كم منا من يمر على المقابر فيسأل نفسه سؤالا، ماذا سيكون ذلك اليوم الذي تدخل فيه إلى هذه الحفرة؟ كيف ستؤثث بيتك؟ يتبع الرجل في جنازته أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان، الأهل والمال يرجعان ويبقيان في هذه الدنيا، ويدخل معه في القبر عمله، إن كان صالحا فهو صالح وإن كان فاسدا فهو فاسد. الآن يدخل إلى القبر وروحه في السماء، إن كان صالحا فقد أدخلت فتحت له أبواب السماء، وإن كان فاجرا إن كان عاصيا فإن روحه قبل أن يدفن لا تفتح له أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يدخل إلى حفرته ويحثى عليه التراب، ثم تنزل إليه الروح فيسمع قرع النعال. كان عثمان بن عفان إذا جلس في المقبرة بكى، قالوا ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال إنها أول منازل الآخرة، هذا القبر أول منزله، فإن خفف على العبد كان ما بعده أخف، وإن شدد على العبد كان ما بعده أشد. فإن كان الإنسان فاجرا وكان الرجل عاصيا فإن روحه لا تدخل إلى السماء، فإن كان مشركا ألقيت روحه من السماء إلى هذه الحفرة تطرح طرحا. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، تسقط الروح من السماء إلى الأرض فتخطفه الريح، أو تهوي به الريح فتخطفه الطير، أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وأدخل هذا الجسد بيته الحقيقي، بيت الظلمة والدود. هذه الحفرة ستكون يوم من الأيام مكانك يا عبد الله، إنها بيتك، قصرك الذي تسكن فيه سيكون هذه الحفرة، غرفة نومك هذه المساحة التي تراها. أتريد أن ترى فراشك؟ هذا هو فراشك يا عبد الله. تريد أن ترى لحافك وغطائك؟ هذا لحافك وهذا غطاؤك يا عبد الله. تريد أن ترى مساحة الغرفة؟ تمتع وانظر، من أنيسك؟ من جليسك؟ فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، القبر أول ليلة، بالله قل لي ما يكون، كيف سأنام أول ليلة في هذا القبر، في هذه الحفرة المظلمة، في هذا المكان الموحش؟ من سيؤنسني؟ من سيكون جليسي يا عبد الله؟ إن كان عملك صالحا سيأتيك جليس صالح في مثل هذا المكان يؤنسك يجالسك، وجه حسن يجيء بالخير، عمرتك، حجك، قراءتك للقرآن، صلاتك، صدقتك، برك للوالدين يؤنسك هنا في هذه الحفرة. وإن كان عملك خبيثا، ترك للصلاة، عقوق للوالدين، زنا وفجور، فوجه سيء قبيح يكون جليسك في هذه الحفرة. هذه الحفرة الضيقة تضيق على بعض الناس حتى تختلف أضلاعه، يا ويله، حفرة ضيقة موحشة فكيف إذا ضاقت. ومن الناس من كان صالحا يتسع هذا المكان له مد البصر ويفرش له من الجنة، يأتيه من ريحها وروحها ونعيمها، ومنهم والعياذ بالله من يوضع في هذه الحفرة فيأتيه ملك بصخرة يضرب بها رأسه يفجر رأسه، ثم يعود فيضربه مرة أخرى. من نام عن الصلاة، ومن أكل الربا، جلس في هذه الحفرة في نهر من دم يرمى الحجر في فمه والعياذ بالله. منهم من يكون له القبر حفرة من النار لأنه كان يأتي الزنا، وأجلكم الله، هذا القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. ومن وراء
برزخ إلى يوم يبعثون. هذا بيتك يا عبد الله، ماذا فعلت من أجله؟ ماذا صنعت لهذه الأيام؟ هل من الآن الواحد منا استعد يؤثث هذه الغرفة بالعمل الصالح، بالدعاء، بالصدقات، بالذكر، أم أنه والعياذ بالله ضيع أيامه ولياليه؟ فكر يا عبد الله، مصيرنا هنا في هذه الحفرة المظلمة، في هذه الحفرة الضيقة. البرزخ لا بد منه، إما نعيم وإما جحيم. احرص من الآن أن تستعد. والله لو أجلست في غرفة أو صندوق مظلم دقائق ما تتحمل، كيف بحفرة مثل هذه؟ دقائق يسمع قرع النعال تأتي الديدان تهجم عليه. والله لو رأيت الميت بعد 3 أيام لا تتحمل ولا تطيق رؤية منظره. استعد لهذه الحفرة وتجهز لهذا المنزل، فإنك لا بد وساكنه.